الله وجاوب. نكملوا يا احمد فاضل حكيم شاكر. اه اليا تحياتي للكابتن حكيم شاكر. صراحة يمكن هاي الفترات الأخيرة اللي كان مع بالزورة يمكن مختلف عن اللي الفترات السابقة اللي كان المنتخب اللي يعني شفته بالنادي مو مثل المنتخب. الصراحة المنتخب أنا أحكيها وهو حكاها يعني الكابتن أكثر من مرة قال أنا ظلمت أحمد فاضل 5 مواسم ظالمة أنا من كان على المنتخب هو من استلم الزورة ما قال لك ليش ظالمك بصراحة. يقول أنا كنت ما أحبك يعني. يعني شنو ما أحبك؟ اي يعني يقول انا ما قناعتي ما يعني ما اريدك مزاجي هالشيء يعني. يعني مو مستوى فني ايش فشي شخص ما احب احمد لا مستوى فني انا كنت منتخب ناشئين هو كان مدرب منتخب شباب. أي. اللاعب الوحيد اللي راده وقاتل عليه ودز عليه بالاردن هو الوحيد اللي انا رادني بعد ليش بالوطني منتخب شباب ومنتخب يعني مع العلم قلت لك انا تفاجئت من بالمنتخب الوطني اول لاعب يرفضه احمد فاضل مع العلم انا كنت معهم بطوله بطولة الغرب آسيا بقطر يمكن ما رغب بتواجدي بالمنتخب قال لك كنت اكرهك يعني مو كنت اكرهك يعني ما احبك ما اي يعني ماخذ موقف من عندي شلون يعني شلون علاقتكم بالزورة لا بالعكس متميزة رجعت العلاقة لا طبيعية يمكن الكابتن يعني دائما على تواصله يعني وياه فكثير من الامور والله يعني الله شاهد يعني انت شو تضحك ايش تضحك؟ ما احلفك وانت تضحك يعني انت بيك عندك شيء المفروض شو اسوي؟ لا يعني ابو الحسن يعني الكابتن يعني تحياتنا له بس قلت لك هي كل اسمع تعليق علي حسني على الكابتن حكيم شاكر.